الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من رأى في المنام الدبور الأخضر علامة على وجود مشاكل في حياته، وهذه المشاكل تحتاج أن يتحلى بالصبر للغاية في حياته حتى يستطيع أن يخرج من هذه الأزمات والمشاكل، والله أعلم. رؤية الدبور الأخضر في المنام علامة على خسائر مادية كبيرة تحدث لصاحب الرؤية هذه الأيام، والله عز وجل أعلى وأعلم. حلم المرأة المتزوجة أن هناك دبور أخضر في بيتها في المنام علامة على تعرضها لبعض الاضطرابات في حياتها الأسرية والزوجية بشكل كبير، والله أعلم. من رأت في المنام أن هناك دبور أخضر علامة على وجود شر كبير يحاط بها خلال هذه الأيام، فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. عش الدبابير في المنام إشارة على وجود عدو قريب من صاحب الرؤيا للغاية يريد أن يؤذيه كثيرا. من رأى في المنام أن هناك عش الدبابير إشارة على الأموال الحرام التي يكتسبها صاحب الرؤيا، وعليه الحذر. رؤية وجود عش الدبابير في المنام علامة على وجود أشخاص ينتقدونه بشكل كبير، والله أعلم. رؤية عش الدبابير في المنام علامة على الكراهية والحسد الشديد، الحسد الشديد الذي يعاني منه صاحب الرؤية هذه الأيام. من رأى في المنام أنه يهرب من الدبور علامة على السعادة القادمة له في الحياة، والله أعلى وأعلم. حلم وجود دبور يلاحق الشخص في المنام ولكنه يستطيع أن يهرب منه علامة على أنه يستطيع أن يهرب من المشاكل التي كانت في حياته، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل